بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أولا نحيي أصحاب المبادرة، من فكر في هذه المبادرة ومن جعلها تكون اليوم، ونرحب كذلك ونحيي مع أشخاص رؤساء القوائم، فيهم لمن عرفوهم وفيهم لمن عرفوهمش. الحمد لله حصلنا الشرف اليوم أننا نتلاقوا بهم. أكيد لما يكون عندنا هدف واحد وهو مسعد، إذا كانت الغاية تاعنا فعلا جايين نخدموا في مسعد، نقطة الالتقاء موجودة. قد تختلف الطرق والسبل إلى أن نصل إلى نفس الهدف، معليش، كل واحد راه عنده طريقته وأسلوبه وفكره كيف يصل إلى هدف خدمة مسعد. الحمد لله، لا أشك، بالنسبة لي لا أشك في نوايا أو غيرة متصدي القوائم أو المجموعة التي معه. نسأل الله تعالى فقط أن يكون 23 نوفمبر إن شاء الله يكون عرس، إن شاء الله تكون بداية للعمل الجماعي. أنا شخصيا نتحدث على نفسي كمتصدي القائمة اللي فيها المجموعة اللي إن شاء الله ما نسكوهاش كثيرا كثيرا على القوائم الأخرى، ولكن عندنا الأمل في أن كل مجموعة ترشحت ورايحة داخل هذه المنافسة لا نشك في نواياها. أنا أتأكد أن نتحدث على نفسي، أني ماني تاع معارضة، ماني تاع مجموعة، الهدف اللي جابني هو خدمة مسعد. هذا الهدف الوحيد اللي جابني، يعني ما كنتش أصلا راغب والله باش نترشح، ولكن لما خلاص رانا في ساحة العمل أو ساحة المنافسة، نأكد لكم أنني سأكون خادم في هذا المجلس، سواء كان إذا كتب لنا ربي إن شاء الله نكون كمترأسي هذا المجلس أو كأعضاء في هذا المجلس. وكفانا مسعد، خلاص مسعد هذه فرصة، وإن شاء الله تكون هذه المبادرة مش عارف، ممكن المفكرين والمثقفين تاع مسعد راهم قاموا بمبادراتهم هذه. ولازم احترام المجتمع المدني، لازم احترام الشخصيات والناس اللي راح تفكر في مصلحة مسعد. كما قال لك أخ الكريم، لازم احنا نقيموا مسعد باش كما نقولوا ترقى إلى المستويات اللي احنا كنا نتمناوها. أنا راني الحمد لله شفت السبعينات والثمانينات، عدنا كي نعودوا نديروا في حملات انتخابية نعودوا نحثوا المواطن على المراحل السابقة، والمفروض احنا نكونوا في تطور مش في تدهور، وننساو ما سبق من فترات سابقة. ورانا إن شاء الله أنا والقائمة تاعي إن شاء الله نكونوا في خدمة مسعد إن شاء الله، وأكيد أكيد أكيد اليد في اليد، مرأة وراجل، ونخدموا مسعد. Yeah.